تواصل وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها أداء الواجبات الأمنية والقانونية المنوطة بها، بما يسهم في حفظ أمن الوطن وحماية السلامة العامة. وفي هذا الإطار تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ على وضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج، مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الجريمة. صارت التحديات الأمنية المتزايدة تتطلب تعاملاً أمنياً شاملاً ووفق أحدث المعايير المتبعة في كافة مجالات العمل الأمني، مستخدمة في ذلك التقنيات المتطورة والأكثر فعالية وسرعة وكفاءة. في هذا الإطار تعمل الإدارة العامة لأمن المنافذ بوزارة الداخلية على تطبيق مفهوم الأمن الشامل في منافذ البلاد من خلال وضع الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج، مع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للوقاية من الجريمة. يخضع لمرحلة التفتيش المسافر ويدخل منطقة اللي هي نسميها منطقة المعقمة عندنا داخل مطار البحرين. في عندنا اجتماعات طبعا تكون على مدار السنة، اجتماعات طارئة، اجتماعات حق مواسم، اجتماعات حق اجازات الصيف، ترتيب رحلات اضافية، طبعا التنسيق من شركة مطار البحرين، امن المطار، سواء شرطة المطار والجمارك يكون تنسيق معاها، وشركات الطيران اللي هي طيران الخليج وجميع الطيران التجاري يكون تنسيق معاهم. وفي إطار أداء الواجبات الأمنية المقررة يتم اتخاذ التدابير المطلوبة والتنسيق الدائم مع الإدارات ذات العلاقة، ففي المنفذ الجوي مطار البحرين الدولي والبري جسر الملك فهد والبحري ميناء خليفة بن سلمان يتم التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية لمنع أعمال التهريب والدخول غير المشروع، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين القادمين والمغادرين وتسهيل عملية عبورهم. كما تتلقى الإدارة العامة لأمن المنافذ البلاغات والشكاوى وتقوم بعمليات البحث والتحري في القضايا ذات الصلة والعمل على ضبط مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة. حركة السفن السياحية في الغالب تبدأ من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل، وعملية دخول وخروج زوار مملكة البحرين بشكل سلس ومرن مع تطبيق جميع الإجراءات الأمنية، وتقوم مديرية شرطة الموانئ البحرية بوضع خطة أمنية مسبقة لحماية المنافذ البحرية بوضع نقاط تفتيش وبتكثيف الدوريات وتواجد الحس الأمني وتأمين المرافق الحيوية لضمان المزيد من الأمن والاستقرار واتخاذ جميع التدابير للوقاية من الجريمة. هناك خطط نقوم فيها لترتيب عدد إضافي من الأفراد لتفادي الازدحامات اللي تصير لتسهيل عملية العبور عن طريق جسر الملك فهد. طبعا هناك في تنسيق مع الاخوان في الجانب السعودي، وفي حال ازدحام في الدخول او في الخروج ننسق مع الجمارك والجوازات لفتح اكبر عدد مسارات ممكنه لتفادي الازدحامات. نقوم بتحريك الدوريات على مدار الساعه بوجود ضابط مناوب على مدار الساعه مع غرفه العمليات الموجوده في المديريه. وتعتمد المنافذ البريه والبحريه والجويه على خطط عمل تنظيمية لإنهاء إجراءات المسافرين في الوصول والمغادرة، ويوازي ذلك الخطة الأمنية التي تقوم على أساسها مهمة حفظ الأمن والنظام وسلامة المسافرين والوقاية من المخاطر والتهديدات بكافة أنواعها.